بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا في فقرة خطوات إنشاء برنامج، ومع الدرس الثالث في هذه، مع الدرس الرابع عفوا، في هذه الفقرة، وهو تحت اسم بناء المشروع. فكما نعلم أن عملية بناء المشروع أو عملية البيلد تقوم بإنشاء ملف قابل للتنفيذ EXE بدون وجود بيئة تطوير VP المبينة هنا، أو فيجوال بيزك الموجودة لدى المستخدم. فمثلا عندما أنشأنا برنامج ونريد توزيعه أو إعطائه لأكثر من مستخدم، فليس من الضروري أن يكون صاحب الذي سنعطيه البرنامج يتواجد على بيئة تطوير فيجوال بيزك. لذلك يتم إنشاء البرنامج على شكل EXE، أي ما يعرف بالملف التنفيذي الذي يسطب عليه البرنامج. وقبل ذلك نتجه إلى Solution Explorer، ثم نتجه إلى المشروع، ثم نختار Properties كما نلاحظ. نتجه إلى الأوب التالي، الخيار أكملها، ثم نختار Properties. فتظهر لنا عدة خيارات تلي، نحن سنركز على الخيارات المهمة. نختار هنا الاسم، نختار الاسم هنا. هنا في الديفولت ايكون يمكن تحديد اي ايكون غير، بنضغط على براوس تحديد اي ايكون نريد للمشروع، او نتركه الرمز في الرمز الافتراضي. ثم يمكننا تعديل الخصائص هنا، مثلا application type، هل نريد Windows Form Application أو الكلاس Library أو الكونسول بالدوس أو أي شيء نريد. هنا في Startup نختار الفورم، ثم نقوم، لا نريد هنا مستويات متقدمة كما نلاحظ هنا. Enable Windows Visitor، هنا الويندوز، كذلك Windows Startup Form Close. كذلك يمكننا تحديد Splash Screen، وهي شاشة الترحيب، إذا كنا نريد إعطاء شاشة الترحيب بأنها شاشة البدء أو شاشة الترحيب. بعد الانتهاء من جميع الاختيارات التالية، يمكننا إنشاء ملف تنفيذي كما سنتعرف عليه في الدرس المقبل. وإلى هنا نترككم في أمان الله، على أمل اللقاء بكم مع الدرس المقبل. وإلى ذلكم الحين، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.